خدها على فين يا خدوس؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. ده مكان النخبه، مش اي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبه ايه يا الخميس ده؟ دي حته لبش، ده ممكن الحكومه تكبس علينا في اي لحظه. الحكومه تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس يا ابني، ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شوق. شوق دي كانت سمعتها باب طين، وبقدره قادر كلت دماغ المعلم وهوسته ادلعها. بس جوازته منها كانت بامر المعلمه ضاويه. وانا لما سالت الحاجه ضاويه قالت لي ان هي كانت جوازت مصلحه وقضيت، انما الخال شبط فيها. ضربه قطمت وسط النوح. سلام عليكم يا رجاله، زي ما انتوا زي ما انتوا. اقعد يا رجل. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت ب 100 رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل. بجاشي كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من المعلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته. والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. اسبابه مين ده؟ سلامة يا بندينا، نورت مكانك. اعرفك على احلى الطيور. نورت مكانك يا بندينا. اوف وش هنا اهو، هنا اهو الذبابة الملعونة وقفت في على الزجاجة. فنششتوها ازاي؟ فنششتوها. ايوه وطارت. ايوه بقول لك مكان النخبة. نورت مكانك يا فندين، نورت مكانك، نورت مكانك يا فندين. يلا عالسلام. السلام عليكم. ذكر زي ما انتوا رجاله، زي ما انتوا زي ما انتوا. والله ليك وحش يا زوز. اومر يا فندينا، هات ايدك وخدها. حاضر يا زبابة. ايوه يا فندينا. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا ابني طافي. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. بخيركم يا رجاله، سهر عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدران. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا ما صدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. سأل خير يا فندم. مساء العجوه. شكرا يا ذبابة. بس البنت شو دي طلعت حكاية، طلعت بنت مطفلحة. مطفلحة؟ مطفلحة. مطفلحة يعني معقدة. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها، خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعت أنا. أعمل إيه في البلوى اللي جابتها لي البنت إياها؟ سعاد. أنا في مشكلة بجد يا خميس. مش عارف اعمل ايه. قال ايه هبقى اب لعيل في الحرام؟ ده انا ما ينفعش ابقى اب في الحلال. طب وانت عيبك ايه انك تبقى اب في الحلال؟ بقى مرتي. سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل ايه؟ مالكش فيه بقى، هو اكله بحلاه. انا بس اللي مستغرب له ازاي امي امنت لواحده زي دي في بيتها؟ من امتى ضاويه بتربي حيه في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال بنات ام سامية دول ايه؟ لا 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 دلون ودلون، دول حاجات كده للقعده والسهره نضيفة. تخلص تروح نضيفة دي، تخلص وتروح ايه؟ نضيفة دي. حاجه كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم، اللي هو عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل.
قوم اقف ورا وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده ايوه. يلا 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 جنبه يلا. جنبه ارفع ايدك فوق يلا. يلا وشك في الحيط يلا. ارفع ايدك فوق يلا. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه والناس ناس ما بقاش يا اخويا نفوسهم بقت وحشه الكل بقى بياكل في بعضه وتلم العاطل على الباطل وتلخبط الحابل بالنابل دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل دورك جاي ما تقلقش اتقل. ده كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول. والعياذ بالله الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش كدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيرة دي جامدة أوي يا رجالة. إيه ده؟ طب أنتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحدة؟ عمرنا. طب عمرك أنت سمعت عن محشش واحد في الأرض استوطى مع البت بتاعته وبعد ما لا مؤاخذة سلبها عز ما تملك؟ خميس ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا ايوه ومش هو اللي بيقول ده مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا حلو يا معلم. ادي اللي خدام البلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه بحشش يوميتي صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم. خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران خد الجوزه شد بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس 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 اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبه يا بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني. شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي. انت حلو وجميل. جميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفه واحنا لسه ابتدينا. ده يا دوب خمس ست اطقم اللي شربناهم.
الرجالة راحت فين؟ على الأصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو أنت بتخلينا نضرب في أي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، أزم أزم يا كبير واصطبح. الرجاله جم في السكه. وصلوا بالسلامة إن شاء الله. وصلتك الأمانة يا بجوشة؟ طمنت على أصوات؟ أنت خيرك ما خلقان يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ أنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. دي على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ يعني محدش قال لي. إيه الأخبار؟ أقول كده ولا فخنا لوحدينا أنا وأنت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن أختي. ابن أختك؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. آه يا ابن المتوسطة. إيه العبارة؟ 6 شهور. مالها؟ تتقص على يخصك وبتنكش وراك كبير. صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه، بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاشه يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مراد برامي.